واحنا ان شاء الله ان شاء الله برضو بكلم حضرتك في القصه دي، ان احنا كده خلاص قفلنا الصفقات، تمام. احنا كده تركيزنا كله منصب على ان احنا نبدا الفرقه تبدا خطه اعداد ان شاء الله بالقوام الجديد بتاعها. دلوقتي تركيزنا ممكن يكون اكتر في بعض اللعيبه النهارده عندهم عروض، اعراض من الدوري المصري، بنتكلم مع بعض الانديه بنشوف ممكن اللعيبه تطلع الفتره الجايه عامله ازاي. فده المبدا العام بتاعنا الفتره دي، احنا خلاص الصفقات خلاص احنا لبينا كل حاجات الجهاز الفني واحتياجات النادي. فاتمنى ان الجمهور والناس تساعدنا ان احنا خلاص نقفل الكلام ده خالص، احنا شكل بيع تاني خلاص تبدا قفلنا القصه دي خالص. يعني احنا ابتداء من النهارده الخمس صفقات اللي النادي الاهلي تعاقد معاهم هم الصفقات اللي هيبدا بيهم النادي الاهلي الموسم القادم، خلاص من هنا او من الوقت ده تحديدا احنا قفلنا موضوع الصفقات وبنبتدي نتكلم في فتره اعداد الفريق الاول ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. بالظبط، يكون في تركيز، عندنا بدايه موسم جديد، بدايه دوري جديد، بطوله افريقيا، لازم يكون التركيز كله مصب في وعندنا كاس العالم للانديه ان شاء الله. سوبر افريقيا طبعا. في بعض الاعراض اللي ممكن تكون موجوده مطلوبه من النادي عندنا، دي بيتم بحثها مع اللعيبه ومع الانديه اللي بعتت لنا عروض عشان اعراض اللعيبه. نعم. في امور يعني ده حاجه ثانيه مختلفه عن الصفقات يعني. لكن بالنسبه للصفقات خلاص الموضوع انتهى، ولكن من الممكن ان نرى اعارات تخرج من النادي الاهلي خلال الفتره القادمه لانديه اخرى. بالظبط. صح كده؟ تمام. طيب.